ثلاث افكار بيجمعها مع بعض بيحاول من خلال مجموعه تجارب بمجسمات وفيديوهات وشاشات انه يستكشف فكره اللغه والجسد وكيف بيعرفوا علاقتنا مع المكان ان كان عن طريق المصطلحات اللي احنا بنستخدمها لنعرف علاقتنا بالاماكن والدول او حتى البيوت او ان كان مجرد تجاربنا الشخصيه وجودنا الجسدي بمواقع معينه او جغرافيات معينه. بدات كثير اهتم بتعدد الامكان اللي احنا بنشوف تجارب فيها ان كان جسديا او مجرد حتى بالذاكره احنا ما عشناها. فمثلا كان عندي جدا اهتمام قوي بكيف احنا بنبني علاقات باماكن